مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم الى هذه النشره الاخباريه المفصله من اكسترا نيوز. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى القاهره بعد مشاركته في القمه الثلاثيه بين مصر وقبرص واليونان بجزيره كريت. وكان الرئيس قد اكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسس سيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس عقب انتهاء القمه الثلاثيه، اكد على ان اليه التعاون الثلاثيه بين مصر واليونان وقبرص اصبحت تمثل اساسا استراتيجيا راسخا في المنطقه وانعكاسا للرغبة المشتركة لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث. لقد أكدنا في اجتماعنا صباح اليوم التزامنا بالعمل سويا من أجل ترجمة إرادتنا المشتركة إلى مزيد من الخطوات العملية للانطلاق بمختلف مجالات التعاون إلى أبعد مدى استنادا إلى قناعة راسخة مما تضيف هذه الآلية من قيمة حقيقية وما تشكله من نموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي في خضم التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة. إنني على ثقة في أن قمتنا الثلاثية وما تشهده من زخم سياسي واقتصادي إلى جانب علاقات الصداقة والتعاون فيما بين دولنا وشعوبنا ستمثل دائما حصنا منيعا في مواجهة تلك التحديات المتصاعدة وعلى رأسها اتساع دائرة التطرف والإرهاب الذي يسعى لتحقيق أهدافه باسم الدين، سواء لهدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية ومؤسساتها أو لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية، فضلا عن التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. ولقد استأثرت المنطقة والتطورات الجارية فيها بجزء مهم من مباحثاتنا، حيث ناقشنا سبل التعامل مع الصعوبات القائمة التي تحيط بالواقع الإقليمي، مع تأكيد أهمية اطلاع الأطراف الإقليمية والدولية كافة بمسؤولياتها في هذا الصدد من أجل تجنيب المنطقة الأخطار التي تحيق بها، وذلك من خلال احترام المبادئ المستقرة بين الدول وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك. كما أعلن الرئيس السيسي أن القمة الثلاثية أكدت أهمية العمل على استئناف مسار المفاوضات من أجل توحيد قبرص، مضيفا أن موضوعات التعاون الثلاثي والمشروعات المشتركة مثلت أولوية متقدمة خلال جلسة المباحثات الموسعة بالقمة الثلاثية. وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أكدنا أهمية العمل على استئناف مسار المفاوضات من أجل توحيد البلاد وفقا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وبما يراعي شواغل الجميع ودون فرض وصاية لأحد على الآخر. كما احتلت موضوعات التعاون الثلاثي والمشروعات المشتركة أولوية متقدمة خلال جلسة المباحثات الموسعة بين وفود دولنا، انطلاقا من حرصنا المتبادل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا الثلاث من إمكانيات هائلة ومواقع جيوستراتيجية مميزة تؤهلها للانطلاق بمسيرة التعاون، لا سيما بمجال الطاقة ونقل الكهرباء وغير ذلك من المجالات الاقتصادية. وأعلن السيسي أن القمة ناقشت سبل التعامل مع الصعوبات القائمة التي تحيط بالواقع الإقليمي، مؤكدا وجود تقارب ثلاثي في الرؤى تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا. ولقد استأثرت المنطقة والتطورات الجارية فيها بجزء مهم من مباحثاتنا، حيث ناقشنا سبل التعامل مع الصعوبات القائمة التي تحيط بالواقع الإقليمي، مع تأكيد أهمية اطلاع الأطراف الإقليمية والدولية كافة بمسؤولياتها في هذا الصدد من أجل تجنيب المنطقة الأخطار التي تحيق بها، وذلك من خلال احترام المبادئ المستقرة بين الدول وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك في إطار من سعة الأفق ونبذ العنف والكراهية واعتماد الحل السلمي للنزاعات كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط. كما شهدت قمتنا اليوم تقاربا معهودا في الرؤى تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا،
فلا مجال لوقف نزيف الدم وإعادة البناء والإعمار إلا بتسوية الأزمات سياسيا وتلبية طموحات الشعوب في مستقبل أفضل، وبما يفوت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تستغل تلك الأزمات للنيل من دولنا وترويع شعوبنا، مستندين في ذلك إلى ما يتلقونه من دعم مالي وسياسي ولوجستي من بعض الأطراف التي لا تتردد في الخروج عن القوانين والأعراف الدولية كي توجد لنفسها موطئ قدم ونفوذ وتحقق مصالحها الضيقة على حساب أرواح مقدرات الشعوب المسالمة. وفي هذا السياق فقد أكدنا أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدنا ضرورة استئناف المسار السياسي في سوريا في أقرب فرصة بقيادة أممية وعلى رأسها وعلى أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2254، والعمل في الوقت ذاته على معالجة الوضع في إدلب بصورة تحول دون تسرب العناصر الإرهابية المتطرفة إلى سائر دول المنطقة. من جانبه أكد رئيس وزراء اليونان أليكساس تسيبراس أن محاربة الإرهاب وقضايا المنطقة لا يمكن أن تحل بدون مصر، مضيفا أن مصر لها دور مهم وفعال لحل جميع قضايا المنطقة. كما أعلن تسيبراس أن مشروعات الغاز الطبيعي كانت محورا رئيسيا خلال القمة الثلاثية. في هذا المؤتمر القمة كانت لدينا الفرصة أن نتحدث على عن هذه الموضوعات التطور الموضوعات الهامة، أن نتحدث عن قبرص كمحور بدعمل للاستقرار، وأيضا عن دور مصر الهام في هذه المنطقة، لأن مهم جدا بالنسبة لنا، وقد عبرنا عنه من قبل في اجتماعات الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لنا من الواضح تماما أن الحل لموضوعات شائكة في المنطقة بالنسبة للقضية الفلسطينية وقضية ليبيا كلها من الممكن أن يوجد لها حل. في أيضا كل هذه الموضوعات وحل هذه الموضوعات إلى جانب موضوع محاربة الإرهاب لا يمكن أن يتم بدون مصر وبدون دور مصر الهام في هذا الصدد. أكد رئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس أن مصر لها دور مهم في مجال مكافحة الإرهاب. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني، أضاف رئيس قبرص أن جزيرة كريت تعد رابطا بين الحضارات في البلدان الثلاث.
اللقاء الثلاثي جاء ثمرة اجتهاد كبير في العلاقات الثلاثية بيننا، ويمثل وجهة نظر جديدة وإضافة للروابط المشتركة بين البلاد الثلاث، ويؤدي إلى تحقيق الرؤى المشتركة بيننا، وأدى إلى نتائج مثمرة في كما رأينا في إطار التعاون الاقتصادي والحضاري والثقافي. هذا وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن القمة الثلاثية شهدت توافقا حول تعزيز آليات التعاون الثنائي وتنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي والتنسيق لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى أزمة الهجرة غير الشرعية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني مراسم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين الدول الثلاث في العديد من المجالات أهمها التعليم والتأمينات الاجتماعية. هذا وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني أليكساس تسيبراس، ذلك قبيل بدء فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بجزيرة كريت اليونانية. وأكد بيان للمتحدث باسم رئاسة سفير بسام راضي أن السيسي أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في قطاعات السياحة والاستثمار والطاقة، وكذلك عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، بالإضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطور في العلاقات المصرية القبرصية، مؤكدا حرص مصر على تفعيل أطر التعاون سواء على المستوى الثنائي مع قبرص أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان. جاء ذلك خلال اللقاء السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث أشاد السيسي بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية استمرار التشاور بين مصر وقبرص حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب الرئيس القبرصي عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية وفقا لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيدا كذلك بالدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط. We'll be right back.
وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى جزيرة أو جمهورية أوزبكستان في زيارة تستمر 4 أيام. وكان شيخ الأزهر اختتم زيارته إلى كازاخستان التي التقى فيها الرئيس الكازاخي نور سلطان نازاربايف، كما شارك في افتتاح الدورة 6 لمؤتمر زعماء الأديان، حيث شدد في كلمته أمام المؤتمر على أن حل أزمة عالمنا المعاصر يستوجب ضرورة العودة إلى الدين ومرجعيته. أكدت وزارة الخارجية أن اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية شهدت وتشهد نشاطا مكثفا خلال الفترة الحالية مع قرب بدء الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي في مطلع العام المقبل. وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ إن هذا التحرك يهدف إلى تحقيق مقاربة جديدة في العمل المصري الإفريقي، مشيرا إلى أن اللجنة نظمت عدة اجتماعات ضمت مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لبحث تعزيز الدور المصري في أفريقيا في مختلف المجالات، تمهيدا لصياغة مشروع موحد لتعزيز التواصل المصري مع أفريقيا. كما نظمت اجتماعات مع ممثلي كبريات الشركات في القطاع الخاص المصري العاملة في أفريقيا لتعزيز تواجدها في أفريقيا وخدمة أهداف الدولة. استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وتم خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين مصر والسعودية في مجال التعاون القضائي وإبرام برنامج تنفيذي بين وزارتي العدل في البلدين لتبادل الخبرات القانونية. وحضر اللقاء وزير العدل السعودي وليد الصمعاني ووزير الخارجية السعودية عادل الجبير. انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 4 الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، ويستمر لمدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. وكانت عناصر من القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في التدريب قد وصلت إلى مصر على مدار الأيام الماضية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين. يهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السعودية من خلال استمرار التدريبات المشتركة بين الجانبين. وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون مع مؤسسة الحياة لتأهيل المفرج عنهم من السجون. وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء خالد حمدي أن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل للمفرج عنهم وإعداد لهم برامج أو إعداد البرامج التي تهدف لإدماجهم في المجتمع. أهم وأبرز عناصر هذا البروتوكول أو الجديد في هذا البروتوكول إن هو هيبدأ من خلال تواجد الأشخاص اللي هم ارتكبوا جرائم هم في المحكوم عليهم أو اللي هم بيقضوا فترة العقوبة بتاعتهم داخل السجن، قبل 3 شهور من الإفراج عنهم يبتدي أهلهم، أبتدي أشتغل معاهم. وده الجديد، يعني معظم البرامج اللي قبل كده كانت بتقدم للمسجون بعد الإفراج عنه، أو كنا عملنا برامج تأهيلية للأشخاص داخل السجن أو المحكوم عليهم خلال فترة قضاء العقوبة عشان ان هم ازاي نحاول ان احنا نعلمهم حرف او مهن او بتاع. الجديد في البروتوكول بتاع النهاردة ان احنا هنحاول نأهل هذه الفئة خلال تواجدها في خلال 3 شهور السابقة على الافراج، ابتدي أأهلها. من اخطر المسائل هي مسألة اعادة تأهيل ودمج السجناء في الحياة الاجتماعية مرة تانية. ده معناه ان بتشتري وبتستثمري في الامن الاجتماعي، بتستثمري في السلم الاجتماعي. ده محتاج في الحقيقة جهد مضاعف جدا ومحتاج تكامل الجهود كلها، عشان كده دي بادرة مهمة جدا وجيدة، وده استكمال
لحزمه من الخطوات خدها وزاره الداخليه مؤقتا فكره تشاركي مع المجتمع المدني ومع المؤسسات الاخرى بحيث ان احنا نحقق اهداف تستثمر على المدى البعيد في الامن. اعاده تاهيل ودمج المجتمع للسجناء موجوده في مصر من سنين طويله، لكن القياده الحاليه لمصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الداخليه مؤمنه ايمان كامل باعاده تاهيل ودمج السجناء عبر عقب الافراج عنهم. واحنا بقالنا بنشتغل في مؤسسه حياه 5 سنين في هذا الاطار، وقدمنا لوزاره الداخليه من سنه طلب بروتوكول تعاون معاهم عشان نفعل المنظومه دي داخل السجون قبل الخروج ب3 شهور. قطاع حقوق الانسان امن بالفكره جدا وكان حريص على تنفيذها في كل سجون الجمهوريه، وبنحاول دلوقتي نعمل استراتيجيه مع نقدمها لوزاره الداخليه لاعاده تاهيل ودمج السجناء قبل خروجهم ب3 شهور، وبعدين نستقبلهم بعد الخروج والافراج عنهم لاتاحه فرص التاهيل النفسي وازاله الموانع القانونيه الخاصه بهم للدمج في المجتمع. نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الغربية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضي الزراعية. الأمن العام وبالتنسيق مع أمن الغربية تمكن من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع الاستيلاء وسرقة المنتجات البترولية عبر خطوط الأنابيب المارة بالأراضي الزراعية، وأنهم وراء واقعة نشوب حريق بخط غاز بالأراضي الزراعية بقرية منيا للهويشات بطنطا، والذي نشب أثناء محاولاتهم السرقة. وفي محافظة شرقية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الجرارات الزراعية بالإكراه والاتجار فيها. تشكيل عصابي تخصص في سرقات الجرارات الزراعية كرها بالشرقية استهدفت مديريات أمن الشرقية عناصره بعد تحديدهم ونجحت في ضبطهم. اعترفوا بنشاطهم الإجرامي مرشدين عن الجرارات المسروقة التي تم إعادتها من عملاء لهم على علم بسرقتها وضبط سلاح آلي بحوزتهم وفرد خرطوش. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات واستعدادها لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، حيث تطرق اللقاء إلى العقد المزمع توقيعه مع الشركة لإنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 2250 ميجا وات بمحافظة الأقصر، كذلك أنشطة الشركة في مجال تحلية مياه البحر. بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير النقل هشام عرفات الموقف التنفيذي لمشروعات المترو والطرق والكباري، وأعلن بيان مجلس الوزراء أن 6 مشروعات بالمرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق تنتهي تباعا حتى ديسمبر 2019. وقدم وزير النقل خلال الاجتماع عرضا بشأن شبكة خطوط مترو الأنفاق المخطط تنفيذها بالقاهرة الكبرى حتى عام 2030، والموقف التنفيذي للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو وتطوير ورفع كفاءة الخط الأول. كما استعرض وزير النقل مشروع القطار الكهربائي بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بتمويل من الحكومة الصينية. رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي المصري من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة أن النمو الاقتصادي ساهم في دعم القطاع الائتماني وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلي. أكدت الوكالة في تقرير لها أن توقعاتها للنظام المصرفي تعكس البيانات الإيجابية الصادرة حديثا والتي تشير إلى تحسن تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل في مصر إلى مستوى B3. توفد عدد كبير من طلبة جامعة جنوب الوادي على التسجيل في منتدى شباب العالم، ويعقد المنتدى تحت رعاية وحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 3 وحتى 6 من نوفمبر المقبل بمشاركة مئات من الشباب والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم. تتواصل فعاليات مهرجان الأهرام الثقافي في دورتها الثانية التي تستضيفها مملكة البحرين. تركز هذه الدورة على دور نشر الوعي الثقافي لمواجهة الفكر المتطرف وسبل تكثيف منابع الإرهاب. المزيد في تقرير الزميل علاء محمد موفد أكسترا نيوز للبحرين. تستمع للآخر.
تحت عنوان مصر العروبة وبحرين الوفاء، حضرتان ومصير مشترك، تتواصل فعاليات مؤتمر الأهرام الثقافي لليوم الثاني، حيث ناقشت أولى الندوات دور الثقافة والإعلام في بناء الإنسان وتوحيد الشعوب. فإحنا لما بنتكلم عن بناء الإنسان يعني بنتكلم عن تشكيل وجدان الإنسان، تشكيل عقل الإنسان، صياغة سلوك الإنسان، الإنسان كيف يصبح مواطنا صالحا في مجتمعه، كيف يمكن أن يكون نافعا، كيف يمكن أن يكون منتميا، كيف يمكن أن يكون مساهما، كيف يمكن أن يكون جزءا من الوطن، كيف نستطيع أن نجعله يشعر بأنه هذه الهوية المصرية الوطنية الأصيلة هي الهوية التي تمثل والتي ينبغي أن يكون معبرا عنها أفضل من غيره. مواجهة المشاريع الإرهابية الموازية للدولة الوطنية ووضع رؤية استراتيجية وأمنية مشتركة لمواجهة الإرهاب كانت محور حديث الجلسة النقاشية الثانية. طبعا أنا أتصور أن ما قامت به دول التحالف الرباعي ربما يعتبر الآن النموذج الأفضل والأقوى في على مستوى المنطقة العربية، يعني التحالف الآن ما بين جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما يتمتع به هذا التحالف من موقف موحد وصلب في مواجهة الإرهاب هو الآن النموذج الأفضل. الموضوع يعني يجب أنه يبدأ بعملية تكفيف عناصر الإرهاب. هو الإرهاب له ثلاث عناصر زي ما كلنا دايما بنقول: المال والأفراد والسلاح. المجتمع الدولي لم يبذل أي جهد حتى الآن لتكفيف هذه العناصر، يعني احنا يا إما في مواجهات عسكرية سواء كان عن طريق التحالف الدولي ضد داعش أو الدول العربية اللي بتعمل داخل نطاق حدودها ضد هذه الظاهرة، لكن المجتمع الدولي لم يصل حتى الآن إلى صياغة تضمن فكرة تقييد إمكانيات الإرهاب وشل حركته وحرمانه من إمكانيات جديدة. عقله الكبير عقاد. ختام فعاليات اليوم كان بأمسية للشاعر المصري جمال بخيت تأكيدا على أهمية الثقافة والفكر كأداة هامة في مواجهة ظاهرة التطرف. تستمر الندوات والجلسات النقاشية ضمن مهرجان الأهرام الثقافي للتأكيد على أهمية القوى الناعمة في توحيد الشعوب وتحقيق أهدافها المشتركة. من العاصمة البحرينية المنامة، علاء محمد، إكسترا نيوز. أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي نجاح القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018. جاء ذلك خلال مشاهدته للمرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية النصر 14. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية نصر 14 نفذها أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، والتي تأتي في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد واليوبيل الذهبي لسلاح المدفعية. وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشاد فيها بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني وما يقدموه من بطولات وتضحيات للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء بالتزامن مع تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها. بدأت المرحلة بقيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات استطلاع ومعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية وباستغلال التمهيد النيراني. وقامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وذلك بمعاونة الهليكوبتر المسلح. وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ظهر خلال المرحلة تحقيق مبادئ معركة الأسلحة المشتركة الحديثة
في تعاون كامل بين كافة التخصصات، كذلك الدقة في التعامل مع الأهداف وإصابتها من الثبات والحركة، مما أظهر ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات. كما قامت الوحدات الفنية والإدارية بالفتح لاستعادة الكفاءة القتالية للقوات بعد تحقيق المهام، وفتح خطوط الإمداد بالوقود والتعيينات وورش الإصلاح للأسلحة والمعدات. وفي نهاية المرحلة أشاد الفريق أول محمد زكي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وأداء المهام القتالية والنيرانية، ونقل القائد العام تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للرجال الجيش الثاني الميداني، كما أثنى على جهود القوات المسلحة في حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشيرا إلى نجاح القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب البغيض خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018. وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المنورة نصر 14، والتي تضمنت رفع درجات الاستعداد القتالي وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، ودفع القوة الرئيسية استخدم خلالها أحدث نظم ومقلدات الرماية المايلز. حضر المرحلة الرئيسية للمناورة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ووفد من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية. شهدت محافظة دمياط منال عوض احتفال ذوي الاحتياجات الخاصة بنصر أكتوبر المجيد، ذلك في قصر ثقافة دمياط. على هامش الاحتفال افتتحت عوض معرضا للأشغال اليدوية والغذائية والفنية، كما افتتحت معرض الفنان سيد هويدي للفنون التشكيلية. وأشادت عوض بالاحتفال الذي قدم فيه ذوو الاحتياجات الخاصة أوبرات فني حول نصر أكتوبر، فضلا عن العروض الغنائية التي نالت إعجاب الجميع. منتجاتهم بينتجوا منتجات كويسة جدا، شفنا أعمال فنية وشفنا منتجات يدوية ليهم، وبعض بعض منهم بيعمل طهي لبعض الأطعمة. والنهاردة باحتفالات أكتوبر قدموا أوبريت لستة أكتوبر وقدموا أغاني خاصة بستة أكتوبر. احنا بنحييهم هنا وبنقول لهم احنا فرحانين بتفوقكم وفرحانين بالحاجات اللي اتفرجنا عليها النهارده والانتاج اللي طلع منهم، وبنشجعهم. وهنا مديريه شباب الرياضه والمحافظه بتشجع ذوي الاحتياجات الخاصه. شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالية فنية كبرى لمناسبة مرور 30 عاما على ميلاد الأوبرا المصرية ودخولها العقد الرابع، ذلك وسط حضور كبار المسؤولين والشخصيات العامة وكبار الكتاب والفنانين والإعلاميين والصحفيين. يا
يعني النهارده احنا بنحتفل ب 30 سنه من عمر دار الاوبرا المصريه، كلنا فخورين بال 30 سنه اللي من عمرنا كلنا. في فنانين يعني ربنا يديهم الصحه طبعا، بدايتنا عايز اقول احنا يمكن كنا في فنانين كتير كانوا بادئين من قبل ال 30 سنه، ولكن في تاريخ دار الاوبرا هم من منذ البدايه نتج عنه نتاج عظيم جدا خلال ال 30 سنه، تنوع كبير جدا في الاعمال الفنيه والبرامج الفنيه اللي قدمت والبرامج الثقافيه ايضا، تعاقب عليها رؤساء كتير جدا الحقيقه كانوا كلهم عظماء، لان كل واحد فيهم محافظ على هذا المكان برونقه اللي احنا توصلنا له لغايه النهارده بهذا الشكل. المعرض ده طبعا كنز من الكنوز اللي تم اكتشافها في الفتره الاخيره، في صور نادره لفنانين وسياسيين واصحاب راي وفنانين اجانب وزوار للاوبرا وللمسارح بشكل عام، مش بس للاوبرا لا والمسارح الدوله كمان قبل انشاء الاوبرا. المعرض ده انا بصراحه استمتعت النهارده وانا بتفرج عليه وشفت الصور لناس كانوا بيسعدونا دايما، يعني بجد رائع، معرض رائع. ظهر وفد من لجنة تقييم الجامعات جامعة دمنهور لرصد عمليات التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية تنفيذا للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجمهورية. وقال رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح في تصريحات لأكسترا نيوز أن اللجنة قامت بجولة تفقدية في كليات الجامعة، التقت خلالها بالطلاب واستمعت إلى آرائهم في سير العملية التعليمية. كل جامعة طبعا بتطلع أحسن ما عندها. النهاردة هم مروا على كل كليات الجامعة، شافوا قد إيه اللاندسكيب بتاع الجامعة، كل كليات الجامعة إذا كان، وسألوا الطلبة إيه التغيرات اللي أنت لاحظتها، والطلبة هي اللي ردت مش إحنا ردينا، لأن لازم الطالب هو المقياس الحقيقي أو الترمومتر الحقيقي للتغيير، مش عضو تيس بس، عضو تيس قال، لكن الطالب هو الترمومتر الحقيقي للتغيير اللي حدث في الجامعة بعد مبادرة السيد رئيس الجمهورية. الحقيقه هم شافوا الحاجات اللي هي زي مثلا سفاره المعرفه عندنا في كليه اداب، زي الحضانه التكنولوجيه في كليه الزراعه، وطبعا دي عشان ما فيش اماكن للجامعه كتير، فاحنا بنعملها في الملاي، اي كليه فيها مكان يسمح لعمل هذه الاشياء المتميزه، فاحنا شفنا سفاره المعرفه ودي بتخدم بنك المعرفه اللي قام باطلاقه وتنفيذه السيد رئيس الجمهوريه. عندنا كمان الحضانه التكنولوجيه، وعندنا جامعه الطفل، ودي بتهتم بالمبدعين والمبتكرين من شباب الجامعة. رياضيا، يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ما تدريباته استعدادا لمباراة سويسرا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية. وشهد وزير الشباب والرياضة مران المنتخب اليوم باستاد الكلية الحربية بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. تستكمل الخميس مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، حيث يلعب الزمالك مع مركز شباب منيا سمنود، ويلتقي النجوم فريق حرس الحدود، ويلعب سموحة مع الألومنيوم، ويواجه طلائع الجيش فريق القناة، ويلتقي الاتحاد السكندري بورتو سويس. هذا وتأهل الأهلي لدور الـ16 بفوزه على الترسانة ب3 أهداف لهدفين، كما صعد وادي دجلة للدور نفسه بالفوز على الجونة ب4 أهداف مقابل هدف. وبأخبار الرياضة نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية مشاهدينا الكرام. دوما للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري اكسترا نيوز.تي في. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.